الشعارات اللي ترفعت اليوم في المسيرة الاحتجاجية اللي انطلقت اليوم مع 9 ديال الصباح قدام باب الحدف الرباط اللي انضمتها الفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومجموعة من النقابات اللي جاوا من مختلف المدن المغربية باش يعبروا بصوت واحد على مطالبهم الاجتماعية والسياسية اللي مازال ما حنش عليها الله وتشاف لجهتها في ظل الحكومة الجديدة. المعركة النضالية هي جات احتجاجا على الممارسات ديال الحكومة التي تفتقد لأبسط القواعد المؤطرة للتدبير العمومي. حكومة همشت الملف الاجتماعي، حكومة تقمع الحريات النقابية، حكومة تنتهك العدالة، حكومة لا تحترم التزامات الدولة بحيث أنها عاجزة عن تطبيق بنود اتفاق 26 أبريل 2011. هذه إشارة وتنبيه إلى أن الوضع الاجتماعي في المغرب هو وضع يقتضي التدخل ويقتضي من الحكومة أن تلتفت إلى الأوضاع الاجتماعية المتدهورة وإلى الوضع الاجتماعي المختلف في المغرب من أجل معالجة قضايانا الاجتماعية في أفق لكي نضمن الاستقرار ولكي نضمن تقدم وتطور لبلادنا. حنا كنديروا هذا الاضطهاد اللي دايرين ضد الحريات النقابية وضد هاد التعسفات اللي دايرين البطرونة وكل شيء، هذا الشيء بالتشجيع ديال الحكومة. متساعدة ومختلفة هزت شوارع العاصمة بحيث المسيرة ما اقتصرش الحضور فيها غير على النقابيين بل عرفت مشاركة مجموعة من القياديين السياسيين اللي رفعوا حتى هما شعارات مؤيدة. إيوا ما كيخرج بالجمعة غير الشيطان. نحن اليوم نشارك في هذه المسيرة الناجحة التي دعت لها الفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لأننا نعتبر بأن نضالات الطبقة العاملة تدخل في خضم نضالات الشعب المغربي كافة من أجل إحقاق حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومن أجل بناء مجتمع الكرامة الاجتماعية. فإذا نحن في هذه المسيرة ننفذ أهداف التحالف التي هي أهداف الشعب المغربي، لا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، من ديمقراطية حقيقة، من تأمين الحريات، من قضاء مستقل. الناس خرجوا اللي في قلوبهم وعبروا على مطالبهم، ولكن إلا ما كانش الاستجابة هنا واقيلا غتكون هضرة أخرى. هذه المسيرة إن لم تحقق الأهداف ديالها بصوت سلمي بيد تصافح بنكران ليجلس إلى طاولة الحوار، نقول له حذاري من الغد قد يكون مظلما وقد نأتي على خطوات نضالية في مستوى التصعيد وفي مستوى تطلعات الجماهير الشعبية. غدا قد نخضع اليوم لرغبة الجماهير ونعلن إضرابا عاما يسل حركة هذا الوطن، وليتحمل المسؤولون على تسيير الشأن المحلي بهذا الوطن على المأزق الذي يعيش هذا الوطن اليوم. نهاية المسيرة الاحتجاجية كانت قدام لاكار ديال التران بعد ما مرت على قبة البرلمان في مدة قصيرة. الناس خرجوا واحتجوا ورفعوا شعاراتهم وغوتوا بمطالبهم. إيوا هما داروا اللي عليهم والكمال كله على الله وواحد شوية من عبده. إيوا له لا يحشمهم. We'll be right back.